دائما. أسعد مشاهدي الكرام في هذا اللقاء أن أكون ضيفا على الأستاذ الدكتور أحمد منصور نائب رئيس هذا المؤتمر. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك، وإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح زي كل سنة إن شاء الله. إن شاء الله، يعني احنا تابعنا معكم على مدار سنتين هذا المؤتمر وما يقدم من أبحاث علمية وما يضيف إلى المخزون العلمي وإلى المكتبة الثقافية والعلمية والدينية. ولا شك أن المؤتمر السنوي الثالث للإعجاز العلمي والذي يعقد في المنصورة والذي يعقد في هذا المكان له أهدافه التي تتكرر والتي تتجدد والتي تزيد في ذات الوقت. أهداف هذا المؤتمر ولماذا الإعجاز العلمي على وجه التحديد؟ الحقيقة الحمد لله بتشرف جامعة المنصورة باستضافة المؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للعام الثالث على التوالي، وبتشرف كلية الطب جامعة المنصورة باستضافة هذا المؤتمر. وطبعا هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بيشمل العديد من الجوانب، أنا في رأيي أن أولها هو الطب، وجايز الهندسة، العلوم، الاقتصاد، السياسة. الحقيقة القرآن والسنة ما سابوش موضوع إلا ما تطرقوا له، حتى الحياة الاجتماعية طبعا بكل تفاصيلها وجوانبها. إنما أنا من رأيي أن الجانب الأكثر يعني رسوخا وهو الجانب الطبي، لأن علشان زي ما حضرتك قلت من 1400 سنة وتنزل هذا القرآن والسنة ودرسوا جوانب طبية وجوانب علمية احنا نكتشفها النهاردة لأول مرة، وجايز العلم لسه هيكتشفها فيما بعد. فأنا بعتبر أن ده هو ده الإعجاز، يعني فعلا الإعجاز في القرآن والسنة، مش هقول ان هو في الطب بس، انما يعني في الحمض النووي، في الخلايا، في الحاجات اللي اكتشفت في القرن التاسع عشر بعد مرور اكتر من 1300 سنة على نزول القرآن. فانا بعتبر ان ده برضو من الحاجات اللي جايز تخلينا نتفكر كثيرا في كل حرف وفي كل كلمة وفي كل آية من آيات القرآن ومن الأحاديث النبوية. الحقيقة برضو المؤتمر إذا كان بيعقد في جامعة المنصورة فالفضل للإدارة والفضل للقائمين على إدارة جامعة المنصورة لما لهم من رؤى واسعة في اندماج الجامعة مع المجتمع، اندماج الجامعة مع القضايا التي تهم المواطن المصري من حيث الدين ومن حيث الطب ومن حيث القانون ومن حيث الحياة المجتمعية. فأنا شايف أن هذا الاندماج برضو بيدل على أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وهو دي القضايا اللي بتهم الإنسان حاليا، صحته وأكله ومعاشه ودينه. فأنا يعني شايف أن برضو الحمد لله أن الجامعة بتقوم برعاية هذا المؤتمر العام الثالث على التوالي، فده يعتبر من يعني اندماج الجامعة مع المجتمع والمجتمع مع الجامعة، فإحنا جزء لا يتجزأ من المجتمع. نعم دكتور أحمد، انعقاد هذا المؤتمر للمرة الثالثة على التوالي في جامعة المنصورة في صرح علمي وطبي بالدرجة الأولى هو انتصار للإعجاز العلمي. احنا من 15 سنة أو يزيد كان بداية الحديث في الإعلام عن الإعجاز العلمي، وإن كان الإعجاز البياني والإعجاز اللغوي هو حديث قديم، ولكن الإعجاز العلمي على وجه التحديد بدأنا في الإعلام نلقي عليه الضوء من 15 سنة، وكان أمامنا قطاعين أو فئتين، الفئة الأولى هي فئة مؤيدة والفئة الثانية هي فئة رافضة على الإطلاق وتقول كيف تفسرون ثابتا بمتغير، كيف تفسرون القرآن الكريم بالعلم والعلم كل يوم فيه نظريات من الممكن أن تتغير هذه النظريات أو أن تتبدل. ولكن أن يكون هناك هيئة للإعجاز العلمي وأن تعقد هذه المؤتمرات في جامعة المنصورة فهذا انتصار للإعجاز العلمي القائم على النظرية التي استقرت والتي أصبحت بمثابة القانون، ومن ثم هناك ضوابط لابد أن تراعى في الأبحاث التي تتلقاها الجامعة والتي تتلقاها الهيئة. وباعتبار حضرتك نائب رئيس هذا المؤتمر، الأبحاث التي تطرح هذه المرة أهمها والضيوف والناحية التنظيمية المتعلقة بهذا المؤتمر. الحقيقة الحمد لله المؤتمر بيعقد فيه 6 جلسات علمية، كل جلسة فيها 3 متحدثين من كبار متحدثي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على مستوى العالم.
الموضوعات كلها الحمد لله موضوعات جديدة وشيقة للغاية، فيها موضوعات طبية بحتة، وفيها موضوعات اقتصادية ومالية بحتة، في موضوعات بتمس الزكاة والربا والتحريم، في تحريم الربا والأمور المالية التي تخص المعاملات المالية في البنوك والمعاملات المالية بين البشر. أيضا هناك حاجات تهم صحة الإنسان، وخاصة قصة المياه والمعجزة، وقصة الحمض النووي داخل الخلايا، وتفسيره ببعض أسماء الله الحسنى، أو وجوده في صورة أسماء الله الحسنى داخل الخلية. فهناك من الأشياء العلمية والطبية، كذلك هناك بعض القضايا التي تهم الكثيرين، مثل الحاجات الهندسية، مثل موضع الكعبة وكيفية وضعها في هذا الوضع ولماذا وضعت في هذا الوضع، وكذلك بعض قصص من أهل الكهف وغيره من القصص الجغرافية التاريخية. فأنا شايف أن الحمد لله كان المحتوى العلمي لهذا المؤتمر على قدر كبير جدا من الثقة، وعلى قدر كبير جدا من التحديث. أيضا برضو مش هيفوتنا أن الحمد لله كان الإشراف على المؤتمر من كلية الطب وبإشراف من السيد العميد، كان في شيء من الجدية التامة. كل الأبحاث روعي فيها أن تكون على مستوى الواقع وعلى مستوى المأمول أيضا. فإحنا طبعا الحمد لله كان بنعتبر أن وجود الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة داخل أروقة كلية الطب جامعة المنصورة، احنا بنعتبرهم دلوقتي جزء لا يتجزأ من كلية الطب ومن جامعة المنصورة، وبنرحب بيهم وبنقول لهم ان احنا دايما معاكم في كل الانشطة العلمية التي تخص هذا المجال في داخل جمهورية مصر العربية ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا وشرفتوا، وان شاء الله نتمنى مؤتمر ناجح باذن الله. من داخل كلية الطب جامعة المنصورة قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة حول المؤتمر السنوي الثالث للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في